الدورة وعلى تكريمه بالحضور لمشاركتنا في هذه الدورة التدريبية لمعلمي المجال الصناعي في المرحلة الثانوية على مادة تكنولوجيا الصناعة. فأهلا ومرحبا بسيادتك وسعيدا نستمع لمجال المجال. استاذ سعيد دي موجه اول مدرب اتفضل دي موجه عامل اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. طبعا في مرحله بدايه المدرسه والشركات احنا نضيف عليهم واي مشاكل اي حاجه وكل عام شكرا القدره الاسميه والخطه والدور لهم دول خاصين بالتفاوت بتاع كل قوم. وهنشتغل تمارين عمليه وهنعزم وهنعرف ازاي نحسن الكلام ده. اللون الاسود ست، البني واحد، الاحمر اثنين، البرتقالي هكذا لحد ما نوصل الابيض اللي هو تسعه. طبعا عندي كم نظام الالوان؟ عندي نظامين مقاومه لاقي عليها ثلاث اشرطه ملونه زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه اسمه نظام ثلاثي وده ليه طوائف حساب. والمقاومتين اللي قدامنا، المقاومه اللي فوق يا جماعه هنلاقي ثلاث اشرطه من الشمال ملونين، الاحمر والازرق والاخضر. في نطاق في الاخر هو ده نطاق التمرين. عندما دايما احنا مشكلتنا في التوجيه او مشكلتنا في المدارس ان احنا عايزين نضرب عملي. واحنا حريصين في التوجيه العام ان احنا نلبي رغبه الناس بحيث ان احنا نبعد عن الروتين المعروف في المحاضرات والتدريبات ان هي بتكون مثلا في شبه في شبه نظري، لكن كان في ضروره ملحه ان احنا نوضح بعض الخصائص زي ما الاستاذ ايمن شرح كده. قبل ما نخش في العمل لابد ان احنا نعرف خصائص المكونات الالكترونيه كموضوع اساسي لينا. يعني كلام الاستاذ في الاول بس اعلق عليه كده في نقطه صغيره. هو اسعدني بصراحه لما قال انا عامه ما بعرفش اشغل الافوميتر، فساعدت بكلامه لان المفروض ان هو بيشتكي واحنا بنيجي نديله الدواء. يعني هو المفروض كده، يعني المفروض ان احنا زي ما بيقولوا كده مش هنروح نبيع الميه في حق السقايين. يعني دايما بنشوف الناس مشكلتها فين عشان نعلم. اذا احنا بنلف الرغبه والحمد لله ان احنا جينا في وقت مناسب وقبل التطبيقات العمليه المقرره على المرحله الثانويه ما تتم. يعني احنا متابعين الخطه الزمنيه كويس، المنهج الدراسي بتاع المرحله الثانويه، وعارفين ان شاء الله بعد 15 يوم هيكون بدايه اول التطبيقات العمليه. فالحمد لله ان احنا مع بعض عشان نتعلم سويا ازاي نعمل دايره الكترونيه وازاي فكرتها بتتم وازاي نستخدم الابو وازاي بيتم عمليه اللحام كشغل عملي. وربنا يوفق جميعا باذن الله. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها يا جماعه ان الجزء النظري دوت لا يمكن شغل عملي بدون نظري. حتى في كليات الهندسه على مدار سنه واثنين وثلاثه بياخدوا نظري ثم بينزلوا موقع العمل ويتم التطبيق. اذا ده كان شيء مهم جدا الاستاذ ايمن قاله. عايز اقول ان بدون معرفه خصائص الدوائر الالكترونيه او كل مكون الكتروني مش هنقدر نحدد الدائره اللي تنفع تشتغل ولا لا، او المكون الالكتروني ده داخل الدائره صحيح في مكانه ولا لا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدا يا جماعه الاستاذ ايمن يتكلم عن المقاومات. وكان انا كنت شايف كده في حوار مشترك بينكم وبين الاستاذ ايمن في اللون او مش اللون او حاجه زي كده. طيب انا بفضل الله والحمد لله يعني الناس دايما اللي بيقائمين على الموضوعات اللي من النوع ده بيحاولوا يحلوا المشكله لاي حد. ازاي؟ يعني اذا كانت المقاومه عليها الوان ده عشان نعرف قيمه ايه؟ المقاومه. طب هل هناك بديل لمعرفه من خلال الالوان؟ هناك بديل الافوميتر هو اللي يقدر يطلع لي قيمه المقاومه. طيب ايه الحكمه ما بين الالوان والفولتميتر او الافوميتر؟ قال لحضرتك لو مش موجود اقدر من خلال الالوان احدد الالوان بس واروح عند البياع بتاع الحاجات دي واقول له احمر واخضر واصفر هو عارف اقول له قيمه المقاومه.
تمام كده؟ دي حاجة. تاني حاجة أقدر من خلال الأفوميتر أطلع قيمة المقاومة. المشكلة اللي عندنا جميعاً إن إحنا نسمع الكلام ده كويس وفي التطبيق إيدينا ما بتديهاش عند ماسك الأفوميتر أو المقاومة. لا الموضوع بسيط خالص. هو ده دورنا النهاردة إن شاء الله بداية كأول نقطة في تدريبنا هنحدد كيف يمكن استخدام الأفوميتر مع المكونات الإلكترونية بتاعته. وقبل ما اتكلم عن المكونات الإلكترونية أو ازاي نقيسها لازم نتكلم عنها بصفة عامة. بنقول عندنا مكونات إلكترونية في مكونات أساسية ومكونات مساعدة. أي دائرة إلكترونية فيها مكونات أساسية ومكونات مساعدة. اللي احنا بنقول عليها الحاجات المساعدة دي يا جماعة اللي احنا بنقول عليها السيمي كونكتور أو أشباه الموصلات. كلنا جميعا بنسمع كلمة أشباه الموصلات ومن اسمها أوضح يعني أحط قطبية الطرف السالب مع طرف المكسر ثم الطرف الآخر السالب ولاحظ المؤشر. المؤشر يا استاذ عبد الهادي. المؤشر يا استاذ عبد الهادي. المؤشر بيزيد معايا بشحنه اهو يا جماعه. بيزيد اه؟ بيزيد. طيب. ما هو ليه الامور بره ليه يا جماعه بيعد معايا 17 و20 وممكن يوصل ل 100؟ ليه؟ لا لان حضرتك تدريج المؤشر اللي انا ظبطته بالايه؟ باعلى قيمه بقيمه عاليه. الفولت ليه؟ لان انا بقيس فولت موجود لان في الاول انا كنت بشحن فاحط المؤشر على الفولت الفولت بتاعي ادير المؤشر على الفولت كده واوصل الطرفين الاقي ان المكثف بيقوم بدوره عاتيلي علامه سالب ثم بيعد تنازلي لان يفقد الشحنه اللي موجوده جواه. وهذا هو مفهوم المكثف في شحن وتفريغ الكهرباء الموجوده على الالواح اللي بداخله. تمام حضرتك؟ تمام. طيب سؤال فني، المكثف كيف يعرف قيمته وما هي قيم المكثف؟ كنا بنتكلم عن المقاومه وقلنا بالاوم، فما هي مواصفات وقيمه المكثف؟ المايكرو فراد. انا مش هقول لك غلط بس هقول لك اجابه ناقصه. احنا عارفين كده، يعرف مني اكتر من كده. تمام. اقول لحضرتك كالاتي، المكثفات يستطيع احد المكثفات اختزال كميه من الطاقه كبيره جدا 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 ان هي فيما يسمى ان هي تصعق واحد، يعني تصعق واحد يموت يعني. تمام كده حضرتك؟ طيب كان لابد ان تقلل هذه القيم قيم المخزنه من الالكترون داخل المكثف بوحدات اول وحده فيها الفراد. الفراد هو توصيف مقياسي كما نوصف المساحه بالمتر ونقيس الاشياء والوزن وما شابه اللي هي بنسميها الوحدات القياس. وحده قياس المكثف اول وحده فيه الفراد. تمام. طيب ثم اقل قيمه من هذا القياس الماكرو فراد ثم اقل قيمه النانو فراد ثم ايه ثم البيكو فراد. وطبعا هناك مقياس للمفاهيم ديت ان الفراد 10 اس 3 والماكرو 10 اس 6 و اس سالب. جدول موجود في الكتاب اللي يلزمنا في هذا المفهوم كيف اتعرف على قيمه هذا المكثف. لقيت مكثف قدامي اهو. الصوت يا جماعه لو سمحت. اقول لحضرتك هناك قراءه مكتوبه على المكثف كما كان هناك على المقاومه، لا اما قراءه على البورده او الوان تعبر عن قيمه المقاومه. تمام. المكثف له قراءه. يقول لحضرتك دايما 22 ماكرو فراد. ماكرو فراد. طيب على كام؟ في بعد كده رقم كده قال لك 25 فولت. معنى كده ان هذا المكثف لا يجوز وضعه في دائره تغذيتها اكتر من 25 فولت. تمام كده؟ ليه حضرتك؟ لان قد يكون هناك مكثف مقداره 220 ماكرو فراد ويمكن وضعه في دائره مقدارها 50 فولت.
تمام كده؟ دي تقنيات ايه؟ المكثف من الداخل. اذا شرط اساسي وجود او معرفة القيم المكتوبة على المكثف لمعرفة هل يجوز، وده اللي احنا عايزين نوصل له يا جماعة في الدائرة بتاعتنا، دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لان حضرتك المفروض ان بعد فترة من الزمن ان انت هتيجي عليك وقت وانت مع الطالب تقول له احنا عايزين نخترع دائرة الثانية دي تعمل لنا اي حاجة. كلمة اي حاجة ديت لابد ان انا اعرف هل هغذيها بمصدر طيار كهربي 220 فولت يبقى انا هستخدم التيار العالي، ام هغذيها ببطاريه، ام هحطها في بطاريه العربيه، او هذا الاختراع هيشتغل على 70 امبير ولا 20 امبير ولا 10 امبير. اذا كان هناك ضروره لمعرفه مفهوم ال 20 او 25 فولت عشان اقدر احدد ده ينفع يتحط في الدائره ولا لا. وده اللي بيعمله دلوقتي احد المهندسين الناجحين او اللي هم يعني بيتحاسبوا باجر عالي جدا اللي بيسموه كنترول انجن، اللي هو المهندس تحكم، ان هو يقدر يحلل لك اي دائره ويعرف لك الدائره دي صحيحه ولا مش صحيحه. تمام كده؟ والعيب والمشكله فين؟ لان انت ممكن تلاقي دائره، وده بتحصل معانا لما كنا بنشتري اجهزه، وبعدين نيجي نشغلها في البيت، نجيبها من بره نيجي نشغلها في البيت ما بتشتغلش. ليه؟ لان الكميات اللي موجوده او القيم اللي موجوده على المكثفات لا تتناسب مع قيمه التردد اللي موجوده عندنا من 50 هرتز.